توب أكتو. ما زلنا مكملين مع الأخبار الفنية الأخبار الثقافية ولقاية ذي ما نجموش ما نحكيوش على الشهر هذي الحركية اللي تخلق في قليبيا كي نحكيو على المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا في فاك نتصور الناس اللي تسمع فينا يا أما سمعتوا بيه يا أما مشيتوا الفترة هذي لقليبيا من كل عام وتمشيوا تتفرجوا في أفلام برشة أفلام برمجة متنوعة دي بانيل ورشات وغيره فرحانين برشة باستقبلوا معنا مدير المهرجان عادل عبيد برحب بيك على موزايك وبيك أكثر وبسيدات وسادة مستمعي ذات موزايك كي نحكيو على الدورة الجديدة هذه دورة 37 اللي باش تكون من 17 حتى 24 وتحت شعار أنقذوا غزة وقداش مهم اليوم سي عادل كونا نحكيو على لفتة للشعب الفلسطيني قداش مهم أنه الثقافة تعبر على المقاومة طبعا هو مش غريب على مهرجان قليبيا وعلى الجامعة لأنه القضية كانت دائما القضية الفلسطينية في صدارة البرمجة واهتماماتنا وضيوفنا ولقاءاتنا وديما ما فماش دورة ما يتعديش فيها مجموعة أفلام تكريما للسينما الفلسطينية أو السينما الغربية أو العربية اللي تتحدث على القضية الفلسطينية من وجهة نظر أخرى طبعا فما بالك اليوم وإحنا نعيشه هال الأحداث الأليمة الدامية حرب إبادة بأتم معنى الكلمة على شعب فلسطين بأكمله انطلاقا من غزة وهي وصلت الأمور حتى للضفة يعني ما نجموش نوقفوا نتفرجوا دور الثقافة أكيد كما قلت معناتها هو مساهمة في دعم وفي الوقوف مع القضايا العادلة بصفة عامة وبصفة خاصة للقضية الفلسطينية وفما بالك زاد في بمناسبة 60 المهرجان اللي هو تأسس سنة 1964 باش نشوفوا دونك أفلام تعنى بالقضية الفلسطينية ولا باش نستقبلوا ضيوف من فلسطين هو ولا هو انطلاقا من الافتتاح فيلم الافتتاح باش يكون على القضية الفلسطينية يعني عنوانه فواياج ا غازا إخراج شاب إيطالي مخرج إيطالي اسمه بييرو يوزبرتي عاش 3 شهور في غزة وانقل أحداث ما قبل الحرب الحالية معناتها ما بعد الحرب الأولى تاع 2016 ومعاناة السكان فما بالك اليوم معناتها باش نشوفوا وجه غزة اللي كلهم اللي تدخلوا في الفيلم معناتها حكاوا على أنه ينتظروا أنه وجه غزة باش يزيد يتبدل أكثر وأنا قاعدين نشاهده اخترنا أنه يكون وجهة نظر خطر متعبين برشا نشوفه في الانتاجات متاع الفلسطينيين ولا العرب نشوفه في قنوات الأخبار نشوفه قلنا لما لا معناتها مهرجان كيما قليبيا يعطي ينقل وجهة نظر أخرى متاع مساندين أخرين للقضية هما من الغرب هما اللي تعودنا أنه نعرفوا أغلبهم مساندين الكيان ولكن فيهم ناس عندهم وجهة نظر تختلف ومع القضية بشكل معناتها متميز في الضيوف كذلك معناتها في عضوة في لجنة التحكيم مونيكا مورر اللي هي من ألمانيا وخدمت لفترة طويلة مع منظمة التحرير في تصوير أفلام على القضية في السبعينات والثمانينات ضيفة كذلك من فلسطين اللي جاسر اللي هي سينمائية وفنانة تشكيلية إلى جانب بعض العروض اللي تتخلى من المهرجان حتى في المسابقة أيضا فما شريط فلسطيني ويمكن حاجة مهمة برشا كي نحكيو على المسابقة اللي ذكرتها نحكيو على مسابقة وطنية ومسابقة دولية المهرجان هذا اللي تعرف من بدايته بتعريف سينما الهوات وانه يمكن الشباب انهم يخوضوا التجربة هذه متاع عرض الفيلم المناقشة متاعه والتبادل الثقافي زد اللي يصير وحتى مختلف الأجيال تكون حاضرة ان شاء الله على أمل انه الجمهور يكون في الموعد سي عادل ولكن حبيت نسأل على في أرقام اليوم قداش عنا من فيلم في المسابقة الوطنية قداش عنا من فيلم في المسابقة الدولية في المسابقة الدولية عندنا 35 فيلم ل27 بلد بما فيهم تونس معناتها يولي 28 بلد المسابقة الوطنية فيها مجموعة أفلام تنقسم بين إنتاج الجامعة التونسية للسينما الهوات 6 أفلام إنتاج مدارس 8 أفلام و 5 أفلام إنتاج جمعيات أخرى أو مستقلين
المسابقة الوطنية تختص بأفلام التوانسة طبعا وتشجيع لهم وفرصة لهم أنهم يقدموا يعرضوا أفلامهم ويناقشوها. المسابقة الدولية فيها لحد الآن من تونس 5 أفلام، زوز أفلام من الجامعة التونسية لسمايل واد باش يمثلوا تونس، و3 أفلام مدارس، وهذا معناتها يعتبر مشاركة نسبية باهية في حضور معناتها مع مجموعة الدول المشاركة. خرجنا كما تعرفوا المسابقة نتاع السيناريو والتصوير الفوتوغرافي كانت في المسابقة الوطنية، رديناها مسابقة وحدها من دورة 22، يعني هذه كانت الدورة عندها لجنة خاصة بها، لجنة تحكيم خاصة بها باش نعطيو قيمة لأنه لاحظنا فما إشكالية في الكتابة، قلنا نشجع الناس أنها تشارك أيضا في مسابقة وطنية في كتابة السيناريو باش هكاك نظنوا أنه تتجد أعمال على الأقل معناتها فيها نوع من الجدية ويكون تحصل على جائزة في المهرجان تخول له أنه يتطور أكثر على مستوى إنجاز للشريط، واعتناء أيضا بالصورة الفوتوغرافية لأهميتها مش كان حتى في التكوين بل أيضا كوسيلة تعبير في حد ذاتها. واضح ونتصور اليوم باش تختلف زاد الى المواضيع نتاع مختلف الافلام والمعارض، ولكن نكمل بحاجه سي عادل. المهرجان هذا نعرفه كان تاسس في 1964، نحكيو على ستينيه المهرجان كما ذكرنا في بدايه الحوار هذايا. اليوم هل باش تكون فما حاجات سبيسيال للستينيه هذايا؟ مثلا نعرفه كونه سلمى بكر، رضا الباهي، غيرهم الاسماء زاد حتى في العالم اللي تعداو بالمهرجان هذايا بالفيفاك وحتى من الجيل اللي جاي بعد. هل باش تكون فما حاجه تميز الستينيه هذه مثلا استضافتهم ولا حاجات ترمز للعمر الفستيفال؟ فما طبعا باش يكون فما مجموعه تكريمات مش كان معناتها للمخرجين والسينمائيين من قليبيا اللي اشرفوا وساهموا واسسوا وواكبوا طيله تاريخ المهرجان من مختلف المواقع نتاعهم، من وزارة الثقافة ومختلف مؤسساتها اللي كانوا داعمين للمهرجان وتوجهوا حتى في بعض المواقع المسؤولية وعاونوا، وبطبيعة الحال المسؤولين اللي وقفوا على مختلف الدورات إن كان اللي فقدناهم ولا موجودين يعني باش يتم تكريمهم. ولقاء باش يكون فما لقاء معناتها في آخر المهرجان مع مختلف الأجيال باش يتبادلوا الأفكار ويتعرفوا على بعضهم، والجيل الجديد يفهم أنه عنده جذور والجيل القديم يفهم أنه مبناش في الفراغ بالعكس فما تواصل. ومن خلال التكريمات هذه باش يكون فما طبعا معرض لمختلف الملصقات اللي تعملت للمهرجان لبعض الصور الفوتوغرافية ومرات قصيرة فيديو لبعض اللحظات المهمة في تاريخ المهرجان، بعض الحوارات إلى جانب اللقاءات، زوز لقاءات اللي باش يكونوا في علاقة مباشرة في المهرجان ودوروا في السينما التونسية والعربية وحتى العالمية من خلال استضافة بعض الأسماء كما قلت بطبيعة الحال. أكيد هنا نحكي وكما قلنا على أقدم حدث سينمائي للهواة في تونس، بوابة كان لصانعي الأفلام ومنصة زادة لاكتشاف المواهب السينمائية الشابة، في كل عام نكتشفوا إنتاجات جديدة. نشكرك برشا سي عادل العبيد مدير المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، بالتوفيق لكم. نذكروا كان المهرجان باش يكون من 17 حتى 24 وتحت شعار أنقذوا غزة في دورة 37، مشيوا لقليبيا مشيوا للفيفاك. هذه كانت تباكتو بالنسبة لليوم.